يقول زوجتي لا تغتسل من الجنابة في الليل، وتقول بأنها تمرض إذا اغتسلت، لذلك تكتفي بالوضوء وفي النهار تغتسل، ماذا يلزمها والحالة هذه؟ يلزمها أنها لم تتطهر من الجنابة ولا من الحيض والحدث الأكبر، فلا تصح صلواتها كلها، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تغتسل من الحدث الأكبر والأصغر وتؤدي الصلاة على طهارة.